الحمد لله طبعا كان في الاجتماع بتاع السادة في مجلس الوزراء يوم 18/5 مع بعض السادة محافظي جنوب الصعيد، كان على وجه التحديد أسوان وهنا والأقصر، تم التصديق والموافقة على ازدواج طريق هنا سوهاج الصحراوي الغربي. الحقيقة طبعا بنشكر أولا طبعا السيدة في التحسيس رئيس الجمهورية لدعمه للمشروعات جنوب الصعيد، بنشكر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والسيد دكتور جلال السعيد طبعا، لأن كانت الموافقة يعني الحمد لله كانت الموافقة ساعتها بالإجماع، ومعالي وزير النقل طبعا ساعدها يعني ساعدنا كتير في هذا الموضوع ووافق فورا، رغم ان كان الموازنه كان تم اعدادها خلاص بتاع السنه 2016 2017، ومع ذلك الحمد لله تم تدبير المبالغ اللازمه لزواج هذا الطريق لاهميته لابناء محافظه قنا والمحافظات المجاوره لجنوب الصعيد بصفه عامه. طبعا كان في نسبه من الحوادث الحقيقه بتحصل كتير، احنا حفاظا على ارواح ابنائنا الحقيقه تم الموافقه فورا فعلا على انشاء هذا الطريق او ازدواج هذا الطريق. مره اخرى طبعا بنشكر السيد الدكتور جلال السعيد، وبنقول ان الطريق ده ان شاء الله يكون طريق الخير، خاصه ان في اهتمام بمشروعات كتير على هذا الطريق زي مشروع استصلاح 43,000 فدان اللي تم زيادتهم الى 100,000 فدان لما زودنا الحقيقه 62,000 فدان ثانيه. في عندنا طبعا المشروع بتاع صوامع المرجل اللي هيتم افتتاحه قريبا، في كثير من المشروعات ان شاء الله على هذا الطريق، فيكون ده طريق الخير فعلا بالنسبه لابناء محافظه قنا. وكل سنه وانتم طيبين طبعا بالنسبه لشهر رمضان، واسيب بقى الميكروفون لست لوعد الترك رئيس